يا مرحبا، ترحيبة الصبح للشمس، حزت عناق الليل مع طلعة النور. نحييكم الأخوة المشاهدين مجددا في برنامجكم، برنامج وسم، اللي نسعد باللقاء به معكم مع أخوي أبو عبد الله في هذه الأجواء صراحة الصباحية الممتعة اللي صراحة تسعد النفس فيها، والجلوس بجانب هذا البحر الجميل وهذه الإطلالة الجميلة وهذا المكان الشعبي الجميل في قهوة الشميمري، القهوة التاريخية اللي نحبها ونحب الجلوس فيها ودائما نحرص على زيارتها بين فترة وفترة، سواء مع أصحابنا سواء مع أهالينا. مكان صراحة يرجعنا للماضي، يسعدنا حتى غور الشاي الموجود فيه له نكهة خاصة. اي والله، ولك رايك يا ابو عبد الله؟ اي نعم اي نعم صحيح. نرحب بكم من جديد في بيتكم مكانكم الثاني، ونرحب كذلك في اخونا ابو عبد الله اللي وجوده دائما يسعدنا. الله يرضى عليك ويسلمك. والله هذه الساعة المباركة اخوي ابو مطلق، الله يبارك فيك، وما يطيب اللقاء ويجمل الحديث الا مع استكانة الشاي هذه. ها ايوه الله يرضى عليك، تفضل طال عمرك. بارك الله فيك، الله يسلمك. حنا عاد حنا ترى ظن ابو عبد الله الشاي وجبه لا لازم او مشروب مهم، صبح وظهر وليل وعلى كل وقت ما شاء الله. الله يحييك يا ابو عبد الله، هذه فاكهة المجالس، هالشاي والقهوة والقعدة الحلوة. انا اشكرك اخوي ابو مطلق على يعني هذه المقدمة الجميلة، وارحب في الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله. وانا في الحقيقة ودي اتكلم اليوم على موضوع يعني مهم جدا نحن نتناوله. نعم. وجيد الاجواء هذه تخفف من يعني دسومة الموضوع، ان كان في شوي دسومة يعني. نعم. ودي اتكلم على موضوع الفكر، التفكير السديد. نعم. التفكير السديد هذا احد الموضوعات اللي اتوقع احنا بين فتره وفتره المفروض نتكلم فيه، يعني ما نتكلم فيه مره واحده، بين حين واخر المفروض نستدعي موضوع، سواء كان هذا الموضوع او موضوع شبيه فيه. ان احنا في هذا العالم المتلاطم من الافكار والتضليل الاعلاني والاعلامي اللي يغبش على طريقه الانسان في التفكير، و المنصات المختلفة في وسائل الاتصال الحديثة اللي أيضا يمارس بعض الناس فيها وسائل التضليل، لهذا أحببت أني أنا أتكلم عن هذا الموضوع حتى نستدعي القواعد والأسس اللي تساعدنا على التفكير السديد. خلني أقول لك بعض الأمثلة أخوي أبو مطلق. يطلع لك شخص يتكلم عن انهيار الاقتصاد ويخرع الناس، وتمضي السنوات وتكذب الظنون اللي كان يتفوه فيها ويتكلم فيها. نعم. انت لا انت عارف شنو تخصصه ولا انت عارف خلفيته العلميه، بس مكلماني يحسن الحديث ويتكلم عن ايش يعني انهيار الاقتصاد العالمي، ويتكلم عن احتمال نشوب حروب طاحنه قد تعطل الحياه الانسانيه في المستقبل، او يتكلم واحد عن ذمه ماليه لشخص ما، وزير أو أي شخص آخر من الشخصيات، أو يأتيك واحد ويقول لك ترى مبين إن فلان ما يواطنك، هذا في السياق الاجتماعي. نعم. اللي سبق في السياق العام. حلو. نعم. أو يتكلم شخص، يأتيك شخص يتكلم بمبدأ وقيمة وما أحلى حديثه، لكن في الميدان في الواقع تشوف إنه هو أول من ينقض القيمة اللي هو يتكلم فيها، يخالف قوله فعله. هذه تشوفها ولا ما تشوفها؟ موجودة مطلق. موجودة للأسف. زين. طبعا هني نسأل ونقول كيف يظل لهذه القيمة مكانة، هني الفكرة تنهار. علشان كذي احنا نتكلم على موضوع ضرورة العناية بالتفكير السديد، التفكير الموضوعي. زين. يحدث اليوم في حياة الناس اليوم مع المنصات المختلفة، والحمد لله الناس بدأت توعى شوي، يعني الناس بدأت توعى. يأتيك واحد يتكلم على موضوع غذاء معين وإنه مضر في الصحة. حلو. فالناس بدأت تنتبه، بدأ يصير عندها وعي، يقولون هذا أي تخصص، شنو تخصصه، هل تخصصه في الأغذية ولا طب عام، وممكن يكون دكتور طبيب عام. نعم صح. لكن ما هو من أهل التخصص في موضوع الحكم على جودة الأغذية وضرورتها للبدن وضررها للبدن مثلا. فهذه سؤال عن الاختصاص. نعم نعم. فهذه يعني لهذا انا احببت اني اتكلم على
او حتى اللي يتكلمون في الشرع اخوي ابو مطلق، وان كان هذه المساحه احنا ما نتكلم فيها في الشرع، لكن انوه الى ان هناك من يتكلم في موضوعات شرعيه، ولبالغ الاسف الاغلب اما ان تشوفه انسان يكفر ويعني يكون حاد في التعامل مع الاخر، او تشوف انه عنده تسيب في الدين والتدين ويسهل دائما يسهل الامور بما يخالف الدين. فايضا هذه من المحاذير اللي الواحد المفروض انه يرشد فيها تفكيره. جميل. ابو عبد الله، وكلامك ابو عبد الله تصدق يوافق كثير من الامثال الكويتيه الجميله. يعني مثلا احنا كنا نسمع يقول لك الفاضي يعمل نفسه قاضي. اي والله صحيح. عندك مثلا بعد ما ثاني كان يقولون يمكن قلناه مره في احد الحلقات يقول لك احزم يدك ويظهر لك الف طبيب. الله، يعني يدك الحين لفها. اي نعم، زي بين للناس انك تعبان وروح لاي ديوانيه، شوف الديوانيه تصير كلهم اطباء. عجيب. سو كذا يا ابو عبد الله، حط كذا يا ابو عبد الله. صحيح. سو كذا يا ابو عبد الله، تشخيص وعلاجات من صحيح. فالله يقويك يا ابو عبد الله على ثلاث مثل هالمواضيع القيمه اللي احنا صراحه بحاجتها، حتى ان المجتمع يكون اكثر رقي واكثر جمال. صحيح. فاحنا ما زلنا حريصين نسمع منك اكثر يا ابو عبد الله، ولكن عندنا فاصل اعتقد بسيط. نعم. وباذن الله نستكمل ما تبقى من هذه الحلقه. نحييكم الأخوة المشاهدين من جديد في برنامجكم برنامج وسم، وما زال الحديث مستمر مع أخونا أبو عبد الله، الحديث الشيق الحديث الممتع، واللي بيّن فيه صراحة وجزاه الله خير أنه يفترض الإنسان دائما يتحدث باختصاصه ويتحدث بفنه ويتحدث في مجاله. وحسب ما أعرف أن في كلمة عظيمة إذا ما خاب ظني قالها أعتقد الظاهري بن حزم الظاهري. نعم. صح الكلام لما قال من تحدث بغير فنه جاء بالعجاب. اي أيوة والله. فجزاك الله خير يا ابو عبد الله على هذه الدعوه الكريمه وعلى هذه الاشاره لمثل هالموضوع. فتفضل يا ابو عبد الله. الله يرضى عليك. انا بتكلم عن ثلاث اسس، وفي نفس الوقت هي ثلاث عواصم من التفكير انه ينحرف التفكير. اي نعم. هي هذه العواصم او هذه الاسس هي اسس للتفكير الموضوعي حتى تشاهد الامور كما هي. نعم. احسن ترتشف قهوتك وشايك وخذ راحتك ابو مطلق. هذا وقته يا ابو عبد الله. هذا هو. نعم. زين. اول قضيه البعد، البحث عن الحقيقه والبعد عن الظن. هذا اول اساس. سبحان الله، انا راح اتيك بكل قاعده من هذه القواعد بايه قرانيه هي العمده فيها. ايه قرانيه هي العمده فيها. اذا اول قضيه هي ايش؟ البحث عن الحقيقه والابتعاد عن الظن. نعم. زين. وهذه إحدى القواعد اللي قررها القرآن الكريم، وهي عدم صلاحية الظنون في بناء المعلومات. تبي تبني معلومة حقيقية يقينية صحيحة ما تبنيها على ظنون. يعني فلان لما تكلم على بالديوانية على ذمة مالية لفلان، عندك وثيقة، عندك شاهدي عدل، عندك تقرير يثبت أو ينفي، إذن على أي أساس أنت تتكلم في ذمة فلان؟ سواء كان المالية أو خلفيته العلمية. صح. أو قس على ذلك. نعم. أو الحديث عن جنسية ما أو دولة ما، أو قس على ذلك من الأشياء المختلفة اللي نشوفها في حوارنا الدائم اللي في بعض الأحيان تتهاوى فيه الأفكار الحقيقية. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. متنبي شي يقول بيت أحد الحكم العجيبة في الحقيقة: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. لأن الإنسان هو اعتاد على أنه يفعل يتصرف تصرفات غير جيدة، فبناء على معطيات فعله وتصرفاته قام يبني على إيش؟ على الآخرين. نعم. ها ال 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 شو اسمه الكلمة الكويتية اللي يقول فلان من عين طبعة، شو يقولون الكلمة الكويتية ذي؟ كانت سبحان الله راحت عن بالي الحين. لكن أيضا يعني هناك بعض الكلمات الدارجة التي تؤكد هذا المعنى، معناتها أنه معنى فطري. القضية الأخرى وهي مطابقة القول للعمل: أيها العالم إياك الزلل واحذر الهفوة فالخطب جلل، هفوة العالم مستعظمة إن هفى أصبح في الخلق مثل. هذه إحدى الحكم العجيبة. أيضا الأفكار لا تتماسك ولا تبقى لها معنى ولا روح إذا الناس ما تمسكوا فيها، إذا ما تمسكوا في أفكارهم ومبادئهم وقام يخالف فعله قوله.
يتكلم في شيء وفي المقابل هو إيش يخالفه أو يقع به المحظور اللي كان هو ينهى عنه. نعم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وهناك آية عظيمة تنصح في هذا الموضوع وترشد: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا مسألة ثالثة وهي احترام التخصص وأخذ المعلومات من إيش؟ مصادر. من مصادرها. مصادرها. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله. هذه القاعدة أيضا، هذه القاعدة في هذا الموضوع. إحنا كثير من الأدواء اللي تجتاح أبداننا كثير من الناس يأتون إلى غير المختص فتتدهور الصحة. أحد الأصدقاء الإخوان الأعزاء والده تدهورت صحته بسبب النصائح التي تأتيه من غير المؤهلين: اشرب الشيء الفلاني، العشبة الفلانية، تدهورت مسكين صحته وأتى الكلام من غير المختصين. لهذا يقول الحكيم في السابق: اعطي القوس باريها، يا باري القوس بريا ليس يحسنه، لا تظلم القوس، اعطي القوس باريها. لهذا كان من علامات اليوم الآخر، من علامات اليوم الآخر عدم احترام التخصص وعدم أخذ المعلومات من مصادرها، من علامات ضياع الحياة الإنسانية والفوضى فيها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فيعني الحديث حول هذا الموضوع أتوقع مهم أن احنا نستفيض فيه، لكن سبحان الله الوقت عندنا ضيق. يعني دائما الوقت هو اللي يمنعنا من استكمال بعض المواضيع، لكن في فرص ان شاء الله قادمه، ان شاء الله وفي حلقات اكثر باذن الله. ان شاء الله احنا ابو عبد الله حتى بعض المواضيع ما تكفيها حلقه، اكيد بامكاننا ان شاء الله نتكلم فيها اكثر مرتين لتاكيد مثل هذه المعلومات القيمه. الله يفتح عليك يا نشكرك يا ابو عبد الله، الله يرضى عليك، كل الشكر على هذه المعلومات القيمه وعلى انتقاء هذا الموضوع المفيد القيم الاجتماعي. الله يسلمك. ونشكر كذلك اخواننا المشاهدين اللي متحمليننا دائما ويسمعونا ويشاركونا، فنشكرهم كل الشكر ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.